السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ منورين المكتبه تكي. معاكم محمد في فيديو جديد وريفيو جديد لواحده من الساعات الجديده اللي في السوق المصري واللي بقى لها فتره كنا عملنا ليها انبوكسنج، بس ده الفيديو بقى التفصيلي بعد التجربه اللي استمرت حوالي 5 ايام او 4 ايام بنجرب فيهم الساعه الناثينج الواتش برو. طبعا ده مش الاستراب بتاعها، هي بتيجي باستراب خاص بيها، هنشوف دلوقتي كل التفاصيل ديت. ويلا نبدا الفيديو باول جزء وهو الانبوكسنج ومحتويات العلبه الخاصه بالساعه الجديده من ناثينج وهي الواتش برو. طبعا زي ما انت شايف شكل العلبه الغريب جدا اللي كنا عملنا عنها فيديو مخصوص، وهنا بيكون الساعه اللي فيها تفصيله حلوه لما تلاقي الدنيا مظلمه والساعه شغاله تلاقي الساعه بتنور جوه هنا لو هي مفتوحه. طبعا هنا بيكون شكل الساعه ولون الساعه كمان بالمناسبه، وهنا بيكون شويه تفاصيل اهيت ان هي سيلفر وميتال. اسم الساعه هنا هو واتش برو، وفي الظهر برضو في شويه تفاصيل عن الساعه، اسمها واسم البراند واللون، وان هي باي ناثينج. مفيش اي حاجه في الباكت او في عرض العلبه هنا مهمه، لكن خلينا نستعرضها سريعا مع بعض لان احنا كنا عملنا انبوكسنج. عندنا هنا في شويه تفاصيل عن المنتج، ان هو بيركب باستراب سريع وفي الميكروفون، وده الجزء الخاص بالشحن. وهنا برضو عندنا الجزء الخاص بفك وتركيب الاستراب. هنا بقى القائمه واستخدامات القائمه البوتن، وعندك هنا ده سبيكر وده الكيو ار الخاص بالبرنامج. هنا دي شكل الساعه زي ما انت شايف في الجزء ده، وعندنا هنا الاستراب برده اللي جاي حسب بقى اللون زي ما قلت لك. اللون اللي بره بتلاقي نفس الاستراب جاي بالتفصيله بتاعت ناثينج دي، وبيكون استراب من السيليكون والماتيريال بتاعته كويسه الى حد ما. بعد كده هيكون عندنا هنا كابل الشاحن والكتالوج التفصيلي الخاص بالساعه ده زي ما انت شايف. حتى طريقه الكتالوج غريبه جدا برده، تقرا الكتالوج بالشكل ده، وطبعا بيدعم اللغه العربية. والشاحن اللي جاي مع الساعة شاحن خاص بيها، بس هو شاحن 2 بيننا برضو تقدر تلاقيه لو الشاحن ده ضاع، بس انت ايه هتدور كويس. اخر حاجة في محتويات العلبة وده شكل الساعة، الساعة السليم الجميلة اللي جاية بتصميم يعتبر مختلف جدا عن اي ساعة تانية ليها تصميمها الخاص بيها. فده شكل الساعة، وبكده نكون استعرضنا كل محتويات العلبة، الساعة والشاحن والاستراب وشوية الاوراق اللي معاها. اول حاجة حابب استعرضها معاك وهو شكل الساعة اللي جاية بشكل سليم قوي وشكل مش تقليدي، يعني مش تقليد، مش شبه حاجة. هي اي نعم الساعة مربعة، لكن جاية بتصميم حلو جدا. وطبعا ده ميتال، البادي كله من ميتال، الظهر من البلاستيك المقوى، مكتوبة هو ان هي SMF by nothing، وفي بقى اسم الموديل، وهنا البينز بتاعت الشاحن. وعندنا هنا المايك اللي صوته كويس جدا في المكالمات، والسماعات برضه اللي صوتها مناسب جدا في المكالمات. بتيجي بشاشه املود، شاشه حلوه قوي فيها كيرف كده بسيط، وده شكل الساعه. طبعا هنا مكان ركوب الاستراب، استراب 22 بيقبل اي استراب، لكن بيشتغل بشكل كويس جدا زي ما قلت لك، بتقبل اي استراب مقاس 22، فيقدر تغير لها باي استراب من السوق، وما اكتر الاسترابات ال 22 في السوق. هنفتح بقى الساعه بضغط على زرار البوتن الوحيد اللي في الساعه، ضغط مطوله بالشكل ده كده، تفتح معانا طبعا باس ام اف باي ناثينج. وطبعا دي واحده من الخلفيات اللي انا حملتها على الساعه، والساعه بتيجي بمجموعه من الخلفيات المميزه جدا جدا جدا، مفيش اي تقليد ومفيش اي ساعه فيها نفس الخلفيات اللي موجوده في ساعه ناثينج من مميزات الرهيبه. طبعا هي الساعه تقريبا معظم الاوبشنز اللي فيها مميزه من حيث طريقه تقديم الاوبشنز. دي مجموعه من الخلفيات، عندنا هنا دي خلفيه، وادي الثانيه طبعا دي برده خلفيه مميزه جدا، وادي فيا ثالثه، عندنا هنا خلفيه رابعه، واخر خلفيه دي الخلفيه اللي انا حملها، وده شكل الخلفيه. طبعا لما بنسوايب من فوق لتحت كده بنخش على الشورت منيو. في الحاجات المعتاده عندنا هنا وضع عدم الازعاج، ده الكشاف بينور وبيطفي بالشكل ده كده. وهنا عندنا هنا مستوى السطوع، 5 مستويات للسطوع وكلهم مناسبين جدا، وحسب بقى ايه انت محتاج تنور الشاشه بشكل عامل ازاي. هنا وضع توفير الطاقه، وحتى وضع توفير الطاقه شغال بشكل سبيشال، شكل مميز جدا عن اي ساعه. طبعا ضغط طويل على البوتن بيخرجنا من وضع توفير الطاقه. بعد كده هيكون عندنا هنا الريست ويك اب، لما ننزل الساعه كده ونفتحها تنور، بنشغله بالشكل ده، فلما بننزلها بالشكل ده ونرفعها بتنور معانا. عندنا بعد كده هنا الاعدادات اللي هنتكلم عنها بالتفصيل، لكن هي فيها شويه اوبشنز مهمه نتكلم عنهم مره ثانيه. اما بنسوايب من الشمال اليمين كده بنخش على الشاشات الجانبيه اللي هي لما بنسوايب من الشمال اليمين. فعندنا اول حاجه هنا النشاط اليومي، النشاط الرياضي بتاعنا، مشينا كام خطوه، حرقنا كام سعر حراري، مشينا مسافه قد ايه. بعد كده هيكون عندنا معدل نبضات القلب، طبعا بتقيس بشكل اكيوريت، خلينا نقيسها معاك ونشوف مع الاكسوميتر. بطبيعه الحال مش بتقيس في الهواء ومش بتقيس على اي اجسام غير على ايدك. زي ما انت شايف اهو النبض في الاكسوميتر بقى 8 او 79، وفي الساعه 76 وبقى 79 زي ما انت شايف.
شايف معايا 79 والاكسوميتر يعني 81. الموضوع متقارب زي ما انت شايف اهو بقت 82 حالا. من ناسنج المفروض او طبيعي يكون القياسات فيها شغاله بشكل اكوريت وحقيقي 100%. بعد كده هيكون عندنا الجزء الخاص بالويزر وتزامن الطقس. وشايف شكل الجو المشمس عامل ازاي. بص كل تفصيله في الساعه ما شاء الله جميله جدا. عندنا هنا درجه الحراره بقى والصغرى والعظمى والمكان والتايم. بعد كده هيكون عندنا هنا معدل قياس النوم بتاعك، نمت كام ساعه نوم عميق كام ساعه نوم خفيف، وطبعا الداتا كلها بتاعه النوم بتبقى موجوده برده في البرنامج. بعد كده هيكون عندنا سجل المكالمات، مثلا لو انت استقبلت مكالمه بتظهر بالشكل ده. جهات الاتصال انت لو انت عايز تعمل ليها تسجيل على الساعه، لكن الساعه طبعا بتدعم اظهار جميع الاسماء بدون ما تسجل. يعني زي ما انت شايف اهو انا مش بسجل حد، لكن كان جالي مكالمه من حد اسمه اسماعيل وكانت شغاله بشكل كويس مفيش فيها اي مشكله. طبعا هي لو انت عايز تعمل مكالمه، وزي ما انت شايف ده شكل الارقام وطريقه الكتابه عليها. كل حاجه في الساعه بصراحه جاب تصميم مميز جدا. كده احنا خلصنا الحاجات اللي موجوده في الشاشه الجانبيه، سواء احنا رحنا يمين من اليمين للشمال او من الشمال لليمين. دلوقتي لما هنسوايب من فوق لتحت كده بنخش على الاشعارات. زي ما انت شايف ده شكل الاشعارات، الجيميل جاي بشكل الجيميل، الفيسبوك جاي بشكل الفيسبوك. طبعا معظم الاشعارات بشكل كويس. زي ما انت شايف ادي شكل الاشعار، وعندنا مثلا ادي اشعار من الجيميل، وعندنا هنا طبعا لما بتخش على الاشعار بيتمسح. عندنا هنا اشعار من الفيسبوك، هنا اشعار من اعتقد الانستجرام. معظم البرامج بتيجي بنفس اللوجو بتاع البرنامج واللغه العربيه شغاله بشكل كويس جدا. ضغط على الزرار ده بيرجعنا باك، ضغط عليه مره ثانيه بيدخلنا على القائمه اللي ليها شكلين، في الشكل ده الشكل المطول وفي الشكل الشبكي اللي بيكون بالشكل. طبعا عشان نشرح بشكل افضل فاحنا لازم نجيب الشكل المطول بنغيره من القائمه بالشكل ده. وعندك بقى القائمه السيمبل جدا اللي فيها الحاجات اللي انت محتاجها، ما فيش فيها كلاكيع وما فيش فيها اوبشنز مش مهمة. خلينا استعرض معاك اول حاجة. هنا تمارين الساعة بتجيب حوالي 110 مود رياضي، فيها مجموعة من الالعاب المهمة جدا. ولو انت عايز لعبة مش موجودة تقدر تخش على المزيد وتجيب او تبدل من على التطبيق الحاجات المهمة بالنسبة لك وتشيل الحاجات اللي مش مهمة. طبعا لما بنشغل اي مود رياضي وليكن مثلا الركض في الهواء الطلق، بتلاقي بقى بتبدأ تظهر، بس لازم نكون لابسين الساعة عشان يبدأ القياس يعد. طبعا الساعة بتدعم الجي بي اس واشارة الجي بي اس بتبان هنا في الجنب كده. ومجرد ما تبدأ المود الرياضي لو الجي بي اس شغال بيبدأ مباشرة، لو مش شغال يديك بقى الاوبشن ده بيقول لك ان انت مش شغال الجي بي اس فالمفروض تستنى او تطلع في مكان فتقوم قايل تخطى او تستنى. نعمل كده تخطي ونبدا بقى هو المود الرياضي، ودي الداتا اللي فيه المده والمسافه والخ. نطلع لفوق كده بنخش على الحاجات اللي انت عملتها. عندك دي كل الداتا الخاصه بالمود الرياضي اللي انت عملته، مفيش بقى ايه اي تفاصيل فرعيه. طيب لما نضغط ضغطه طويله على البوتن واحنا جوه المود الرياضي بنقدر نتحكم في مستوى الصوت بتاع الساعه، نقدر كمان نتحكم في ان احنا نقفل الساعة ما تعملش اي حاجة تانية، نقدر ان احنا نوقف المود الرياضي نخرج منه او نكمله مرة تانية. طيب بعد كده يكون عندنا سجل التمارين الرياضية، لو احنا عملنا تمارين رياضية بتبدأ تظهر في سجل التمارين الرياضية. بعد كده بيكون عندنا هنا معدل ضربات القلب اللي شفناها. تعال نشوف الاكسجين برضو في الدم ونقارنها مع الاكسوميتر، وطبيعي برضو هتكون شغالة بشكل كويس. هوريك دلوقتي يعني الاكسجين برضو 78% وعندنا الاكسوميتر 78%، مفيش اي اختلاف في قياس الاكسجين. طيب بعد كده هيكون عندنا النشاط اليومي بقى، حرقنا النهارده كام سعر، مشينا كام خطوه، مشينا مسافه قد ايه. زي ما انت شايف الداتا كلها بقى بتطلع كده، بتقدر تشوف كل الداتا بتاعه النشاط اليومي بتاعك. بعد كده هيكون عندنا هنا قياس النوم، نمت كام ساعه نوم عميق كام ساعه نوم خفيف، وتطلع برده بتلاقي معظم تطلع برده كده بتلاقي الداتا الباقيه عن سجل النوم بتاعك. بعد كده هيكون عندنا هنا معدل قياس الاجهاد، بيقيس لك الاجهاد بتاعك ونشوف درجه الاجهاد برضو عامله ايه دلوقتي. احنا دلوقتي في منطقه الراحه، وهنا اهوت تفاصيل بقى الاجهاد بتكون عامل ازاي. لما تكون انت مجهد بتبقى من 80 ل 90، متوسط من 60 ل 79، عادي من 30 ل 50، لكن انا في منطقه الراحه حاليا. بعد كده لو عايزين نعمل مكالمه، بعد كده عندنا هنا التحكم في الساوند اللي هو شغال بشكل كويس جدا. نقدر ان احنا نوقف الساوند، نقدر نشغله مره ثانيه، نقدر نجيب الساوند اللي بعد كده لما انت شايف معايا بالسلاسه البسيطه دي، ونقدر نجيب الساوند اللي بعد كده او نجيبه من الاول تاني. عندنا هنا نقدر ان احنا نوطي الساوند او نعليه زي ما انت شايف بالشكل ده، وده التحكم اللي شغال مع الساعه. انها بتكون بتسمع من الموبايل او من على الايربود، الساعه اصلا ما فيش فيها اوبشن ان انت تسمع منها. لو احنا دخلنا على البلوتوث بالشكل ده كده واخترنا ان احنا نسمع من الساعه، ما فيش عندنا اوبشن ان احنا نسمع ساوند من على الساعه. بعد كده هيكون عندنا هنا التحكم بالكاميرا عن بعد، مجرد هنشوفه مع البرنامج. بعد كده بيكون عندنا هنا الويزر او الطقس شفناه من شويه. بعد كده هيكون عندنا الاوبشن الحد من التوتر، وتقدر ان انت تحدد وقت ل
لمدة النفس 3 دقايق 5 دقايق 10 دقايق وبتوافق عليه كده وتبدأ انت تاخد شهيق وزفير مع الحركة بتاعة الدايرة او تاخد شهيق. بعد كده عندنا المساعد الصوتي او سيري نقدر ندي اوردر من على الموبايل، فمثلا نقول اوبن فيسبوك فتح الفيسبوك يا معلم. بعد كده عندنا هنا ستوب ووتش لو انت عايز تشغل ستوب ووتش، طبعا زي ما انت شايف اهو كل تفصيله في الساعه مختومه من ماسنج، يعني شفت طريقه كتابه الارقام. بعد كده هيكون عندنا المؤقت لو احنا عايزين نعمل مؤقت الساعه تضرب بعديه، موجود في اوقات كتيره وتقدر انت تضيف وقت انت عايزه. عندنا هنا بقى لو عايزين نضيف منبه ممكن نضيفه من على الساعه او من على البرنامج واتيفر زي ما احنا عايزين. بعد كده هيكون عندنا هنا الضوء او ننور الشاشه. بعد كده عندنا هنا البحث عن الموبايل، كان الموبايل بيضرب ويخرج لما تخرج من المود. بعد كده عندنا هنا الاعدادات اللي فيها شويه اوبشنز حلوه نستعرضهم مع بعض دلوقتي. اول حاجه هنا لو احنا عايزين نغير الواجهه بتاعه الساعه، ثاني هنا عرض التطبيقات عايزها بالقائمه ولا شبكي. بعد كده هيكون عندنا العرض والسطوع، طبعا اول حاجه مستوى السطوع، تاني حاجه الساعه تقفل بعد وقت قد ايه، احسن حاجه تخليها تلقائي عشان تقفل براحتها لو انت مش بتستخدمها. هنا عندنا ان احنا نقدر نخلي الشاشه الرئيسيه منوره لمده معينه، عندنا من اول 5 دقائق لحد 20 دقيقه تفضل الشاشه منوره، بس ده بياخد من البطاريه بشكل كبير جدا. بعد كده عندنا هنا الاولويز اون ديسبلاي، تحدد بقى نمط الاولويز اون ديسبلاي اللي انت عايزه في مجموعه من الانماط الحلوه جدا، تختار ما بينهم برضو انماط سبيشال خاصه بناسنج مش بتقلد اي ساعه ثانيه. بعد كده بقى طريقه التفعيل ممكن تخليه اغلاق او جدوله او تفعيل ذكي، وبالتالي الساعه بتفهم لوحدها انت لابسها فتضلم او تشغل اولوز اون ديسبلاي او انت اصلا مش لابسها، فبالتالي ما تشغلش اولوز اون ديسبلاي لوحدها. طيب بعد كده هيكون عندنا في الاعدادات الاصوات نقدر نتحكم في مستوى صوت الساعه او زي ما انت سامع كده ده صوت مستوى صوت الرنين بقى وصوت الاشعارات لو انت عاملها بصوت، نقدر نخلي الساعه سايلنت ما تضربش وات ايفر انت عايز تخليها عامله ازاي. بعد كده هنا اوبشن عدم الازعاج بتفتحه وتقفله من هنا او تجدوله زي ما انت عايز. في اوبشن ده ما بيجيلكش بقى اشعارات ولا الساعه بتضرب ولا بتشغل اولوز اون ديسبلاي، شويه حاجات كده الساعه ما بتعملهمش. بعد كده عندنا هنا الفايبريشن في مستويين او غير مفعل والاثنين حلوين جدا. اللغات في مجموعه من اللغات، طبعا احنا عايزين اللغه العربي ده المهم بالنسبه لنا، ففيها العربي شغال بشكل كويس. بعد كده عندنا هنا قائمة النظام اللي فيها إعادة تشغيل وفيها إيقاف وفيها إعادة تعيين وفيها لو أنت عايز تعمل اقتران بموبايل تاني. آخر حاجة عندنا الأباوت بتاع الساعة، اسم الساعة وتاريخ الإصدار وشوية معلومات عن السيريال نمبر. ده تقريبا كل اللي موجود في الساعة من إعدادات وتفاصيل السوفت الداخلي بتاع الساعة. تعال نتكلم على البرنامج برضو. في الساعة بتشتغل على برنامج MF ووتش، ده البرنامج الخاص بالساعة اللي هو البرنامج اللي معانا ده. نفتحه بالشكل ده وبيها بيكون عندنا 4 واجهات بالظبط. اول واجهه الخاصه بالداتا الصحيه بتاعتك، مشيت النهارده كام خطوه، حرقت كام سعر حراري، الاجهاد للاكسجين، معدل النبضات، النوم، انا امبارح كنت لابسها وانا نايم وده معدل النوم وانا لابسها، الداتا بقى اللي قلت لك عليها بتظهر، نمت 8 ساعات، نمت النوم بتاعي مظبوط، كل حاجه زي الفل، وداتا مميزه جدا جدا عن النوم، ومعدل نبضات القلب ولو عملت تمرين والتفاصيل دي. بعد كده هيكون عندك لو انت عايز تلعب رياضه باستخدام الساعه او باستخدام الموبايل، ممكن تبدا المود من على الموبايل بالشكل اللي انت شايفه ده، ممكن تعمل بدء كده وهتقول له طبعا يستخدم جي بي اس تمام، وهتلاقي ايه المود الرياضي اشتغل معانا على الموبايل بالشكل ده، طبعا برده نفس الداتا بتاعه ناسنج وطريقه الكتابه وغيره. طبعا بدنا نوقف البرنامج بقى بالشكل ده. تالت واجهه عندنا وهي الواجهه الخاصه بقى بالكونكشن والساعه والتفاصيل دي، طبعا والساعه هنا اول حاجه هو اسم الساعه ظاهر، والبطاريه دلوقتي عامله ايه، والبطاريه تقعد معاك في الاستخدام المتوسط من 4 لـ5 ايام، في الاستخدام القاسي 2 لـ3 ايام، في الاستخدام البسيط جدا ممكن تقعد لحد 7 لـ8 ايام وتوصل لحد 10 ايام. بعد كده هيكون عندنا هنا الاوجه بقى المميزه اللي ما لهاش علاقه باي ساعه ثانيه، ده شكل الاوجه وكلها يعني سبيشال، كلها خاصه بناسنج، بالوان ناسنج، بطريقه الكتابه بتاعت ناسنج، مجموعه من الخلفيات المميزه جدا، يعني مثلا الخلفيه دي مثلا بننزلها بالشكل ده كده ونعمل اوكي ونحمل الخلفيه زي ما انت شايف معايا كده. طبعا الخط العربي بيجي خط واضح وجميل جدا في اي كتابه مهمه. واحنا بنتكلم اهو الخلفيه نزلت وده شكل الخلفيه، شكلها جميل جدا وتفاصيلها مميزه قوي. نقدر بقى ننزل مجموعه كبيره من الخلفيات زي ما انت شايف
في تفاصيل وخلفيات باشكال كتير مختلفه. يعني في عندك هنا انالوج وديجيتال وتفاصيل بقى لكل خلفيه. في برضو خلفيه ايه، خلفيات الوان، بس انا الصراحه ما احبش بقى مع الساعه دي اعمل خلفيات الوان، عايز خلفيات السبيشال الجميله بتاعه ناثينج. بعد كده هيكون عندنا المود الرياضي، لو احنا عايزين نعمل مود رياضي دي الحاجات اللي موجوده على الساعه. وزي ما قلت لك نقدر ان احنا نضيف حاجات ثانيه من الالعاب، اكتر من 110 مود رياضي ممكن نلعبهم من على الساعه، معظم الالعاب المهمه يعني. الاشعارات بقى وفتح الاشعارات من على البرنامج، نخش على الجزء ده كده بنفتح الاوبشن الخاص بالاشعارات. وفي عندك اوبشن حلو قوي، لما تكون مستخدم الموبايل يا ساعه ما تبعتليش اشعارات، فبالتالي لما تكون الموبايل في ايدك الساعه ما بيجيلكش اي اشعارات خالص، لان بديهي هتستخدم الموبايل. مجموعه بقى معظم الاشعارات، ولو في حاجه مش موجوده في البرنامج بتخش تجيبها من المزيد وبتفتح كل الحاجات المهمه بالنسبه لك، والاشعارات بتيجي زي ما احنا شفنا بشكل كويس جدا. اظهار المكالمات برده شغال بشكل كويس، تقدر ترد على المكالمه من على الساعه. عندك جهات الاتصال تقدر تضيف مجموعه من الاسماء، فتقدر تضيف 20 اسم، دول اسماء تقدر تنزلهم على الساعه عشان لو انت عايز تكلمهم انت مباشر بدون استخدام الموبايل. عندك هنا بعد كده بقى مراقبه الصحه، وتقدر تراقب نبض القلب على مدار 24 ساعه والاكسجين على مدار 24 ساعه. قياس الاجهاد تقدر تخليه كل 30 دقيقه الساعه تقيس الاجهاد، وتساعد تذكرك بشرب الميه، وتذكرك لو انت بالجلوس لو انت قعدت فتره طويله ان انت تقف. بعد كده عندنا اضافه المنبه لو احنا عايزين نعمل اوقات المنبه. بعد كده عندنا اوبشن مزيد فيهم البحث عن الساعه، والساعه بتعمل كده، بتعمل الصوت ده وبتعمل فايبريشن عشان تعرف مكانها فين. بعد كده هنا اوبشن عدم الازعاج تقدر تفتحه وتقفله من هنا. وعندنا هنا اوبشن الويك اب عشان لو احنا عايزين نبص على الساعه، الساعه تنور معانا. في بعد كده عندنا هنا بقى دليل الاستخدام، حاجه مش مهمه، الابديت، في ابديت هنا ممكن ننزله مع بعض او ما كنتش نزلته قبل كده قلت ننزله معاكم، فننزله دلوقتي كده. وفي شويه تحديث للسوفت يعني فننزله مع بعض. واخيرا الابديت نزل، قعد وقت طويل حوالي تلت ساعه. بس من النصائح المهمه اثناء استخدامك لاي ساعه سمارت ووتش، ولو هتجيب الناثينج، انك دايما تشحنها على باور بانك، يفضل دايما نشحن على باور بانك. وزي ما انت شايف ده شكل الساعه وهي على الشاحن، وزي ما قلت لك قبل كده ان البطاريه ممكن تقعد معاك فتره كويسه جدا سواء الاستخدام العادي او متوسط او الاستخدام الاقصى او اقصى استخدام. ده شكل الساعه لما نزلنا الابديت، ما اعتقدش ان في اي اختلاف حصل يعني. بس قبل ما نقفل او قبل ما نخرج من الجزء الخاص بالبرنامج، عايز اقول لكم ان التاتش بتاع الساعه مش سلس تاتش يعني، ما تحسش بالتاتش تحت ايدك، تاتش سلس بطريقه رهيبه. فكده احنا اتكلمنا عن البرنامج وربط الساعه بالموبايل. وزي ما قلت لك الساعه بتدعم اظهار جميع الاسماء المتصله بدون اي مشكله، وتقدر ان انت ترد او تكنسل على المكالمة من خلال الساعة. اخر واجهة عندنا في البرنامج وهي الواجهة الخاصة بالاكاونت بتاعك بقى، والهدف اليومي وهدف الكالوريز والاسئلة الشائعة وشوية تفاصيل عن البرنامج، حاجات كلها مش ذات اهميه كبيره يعني. طيب كده احنا خلصنا الجزء الثالث من الفيديو، هو البرنامج وربط الساعه بالموبايل. نخش بقى على الجزء الاخير ونتكلم والخلاصه وراي عام عن الساعه الناثينج الواتش برو. اكتر حاجه مميزه في الساعه هي التصميم الفريد من نوعه، او السوفت الفريد من نوعه الداخلي اللي كل تفصيله فيه بتنطق بسوفت ناثينج بالذات اللي بنشوفها في الموبايلات، وده اكتر حاجه مميزه في الساعه الناثينج اللي معانا. كمان من المميزات اللي فيها ان هي جايه برضو بتصميم شكله مختلف كتير عن، او شكله مختلف بطريقه ملحوظه عن الموديلات اللي موجوده في السوق. ديزاين شكله جميل، سماعات شكلها جايه بشكل مختلف، حتى الزرار اللي هو في الجنب حاجه مختلفه عن كل المعتاد، شكل شاشه مختلفه، تفاصيل الساعه بشكل كبير مختلفه عن الساعات المربعه اللي احنا عارفينها. طبعا الساعه فيها الاوبشنز الاساسيه والمهمه بالنسبه لك، من دعم اظهار اسم متصل، من التحكم في الساوند، تقدر تعمل منها مكالمات وترد على المكالمات. فيها اكتر من 100 مود رياضي تقدر تلعبهم وانت لابس الساعه، بتقيس بشكل كويس اكيوريت في القياسات. طبعا الساعات الاصليه كلها بنقدر نعتمد عليها، فيها بطاريه حلوه جدا، تقدر تغير لها استرابات مقاس 22 وما اكترها في السوق بطريقه سهله جدا. الموضوع بسيط زي ما انت شايف، حتى انا غيرته مرتين في الفيديو. كده ان شاء الله كنا خلصنا ريفيو اول ساعه من ناثينج موديل واتش برو. اتمنى ما اكونش طولت عليك، اتمنى يكون الريفيو وضح لك كل حاجه محتاج تعرفها عن الساعه. في النهايه طبعا ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتدعم اللايك الجميل. عايز ارجع اوصلك كل جديد في عالم السمارت ووتش بشكل خاص، اكسسوارات الموبايل بشكل عام. كان معكم محمد في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.